هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا سؤال ثاني عن الأخ من الغواط. شحال نحب ناس الغواط، ناس كامل يحبوهم على كل حال، طيبين. الأخ يقول لي عندي سؤال، هل صحيح أن شركة شيلي الصينية نصف أسهمها إلى شركة إسرائيلية؟ خويا العزيز، يعني من جهة كنت كلمت عن الموضوع هذا، قلنا اللي يشك يمشي الويكيبيديا. اليوم عندك عم جوجل يمدلك كلش، تمشي الويكيبيديا. الويكيبيديا هدايا سان ديكسيونير اون لين، عندك كلش توجد فيه كل المعلومات عن شيري، وتشوف باللي شركة شيري هذه السيارة، شركة سيارة شيري، شركة 50% صينية 50% إسرائيلية، وراهي تسبونسوريزي في ليكيب ناسيونال. نو سيلمون بأن نشريو السيارات تاعها نسوقو ونربحوها، ولكن زيدية تسبونسوريزي في ليكيب ناسيونال. والان بعد انت راك بعثت لي قصاصة ان كابتور ديكرون على هذه الشركة باللغة العربية، وها مكتوب شيري هي شركة صينية تأسست في 18 مارس 1997 في مقاطعة هانوي بجمهورية الصين الشعبية، وهي تعمل في مجال صناعة السيارات، وهي شركة تمتلكها الحكومة الصينية قابلة للخصخصة الآن، كما أنها تمتلك مشروع مشترك الإدارة كوروس، حيث تشكلت شركة تملكت شركة إسرائيلية القابلة 50% من أسهم شركة كوروس، وتمتلك شيرين نفس النسبة بها، وقد باعت في عام 2007 ما يقارب 381,000 مركبة من مختلف الطرازات، وهي تعد واحدة من أسرع شركات السيارات نموا في العالم. الشركة هذه اللي تصنع شيري داروا شركة كوروس، شيري 50% وشركة إسرائيلية 50%، وبالتالي العصابة الحاكمة في الجزائر تساهم في الاقتصاد الإسرائيلي. هذا ماشي نقولو، هاوليك روحو ويكيبيديا، روحو بارتو تابي شيري شكون يملكها. شيري راهي 50% إسرائيلية 50% صينية. ما يقول لك احنا ضد التطبيع، وعلاش خصو السيارات في العالم باش تروح انت لشيري، خصو السيارات ما كان السيارات في العالم وبوي شيري هذه واش من كاليتي، لانها رخيصة، لانه كاليتي عيانة، سيدي شينوا معروف، ومهما كانت قضية الاخر حتى تكون باطل. مادام انت مع فارسين ظالمة ومظلومة، وانت ضد اسرائيل وضد التطبيع، انت راك عامل التطبيع اثبت التطبيع قايمة به العصابة الحاكمة في الجزائر، اثبت التطبيع لانه هذا تطبيع مباشرة يساهم في الاقتصاد الاسرائيلي، واقتصاد اسرائيلي واقتصاد حرب، والحرب هذه تشن على الشعب الفلسطيني. برافو عليك يا عصابة الحرام اللي تتغناو مع فلسطين ظالمة ومظلومة، و باش مديتو فلسطين
راه قمت منذ في الدراهم الاقتصاد الإسرائيلي اللي 50% من السيارات اللي راكم تستوردوها وتبيعوا فيها للمواطن الجزائري، وتمنعوا المواطن الجزائري منعوه من التظاهر شارع في مسيرات للتعبير عن مسندته للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولسكان مدينة غزة، ولكن تجبروا المواطن الجزائري على المساهمة في اقتصاد إسرائيل بشراء سيارات الشيل. أين نهار الخبز ديال النظام هذه؟ حتى لما نتكلمش على القضايا الدينية، قال راهو يهودي هذاك مش هذا شيء آخر. يمكن نعتبر أن اليهود خرجوا في أمريكا، خرجوا في أمريكا يطالبون بالحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني. نعم، بينما الشعب الجزائري ما يخرجوش. نعم، الشعب الجزائري ما يخرجوش. الشعب الجزائري قال له خطرة، داروا المسيرة نظموها المخابرات والبوليسية ترميني باش تخرج لوحدك كمواطن كشعب. ممنوع ممنوع. دونك خويا العزيز، نظن بلي رديت على سؤالك و الامور راهي واضحه. وانت بعد السؤال ديالك بعث لي هذه الوثيقه، هذه الكابتور ديك. ربي يقدر الخير للبلاد. نعديو للسؤال الاخر وهذا بعد اجنبي.